আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা সূরাতুল বাকারার 42 নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ। তো চলুন সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فولي وجهك فولي وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم فولوا وجوهكم شطره شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون لئلا يكون للناس للناس عليكم حجة عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني واخشوني فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم عليكم ولعلكم تهتدون تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার বলবো। الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت
شئتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم.